يا اخي. سبحان الله سبحان الله، الرصيف البحري بتاع الامريكان تضرر على نياتكم ترزقون. ده بجد مش هزار يعني، فعلا يعني. انتوا عارفين طبعا اتكلمنا كتير على الرصيف البحري اللي عملوه الامريكان قدام السواحل بتاعه فلسطين، وتحديدا قدام قطاع غزه، واتكلمنا على ومتكلمنا بمنتهى الوضوح انه في الغالب يعني، والكلام ده قلناه مع اكتر من محلل من ضيوفنا الكرام، جم اتكلموا في ده انه يا جماعه الرصيف البحري ده معمول تحديدا ظاهريا، قال لك احنا نوصل للمساعدات، لكن الواقع لا طبعا، هم عاوزين يستخدموه في تهجير الفلسطينيين بشكل طوعي. يعني اللي هو ايه بقى، بصوا الحق بقى ايه، خد لك مركب واتكل على الله على طول. طيب ليه كنا بنقول الكلام ده، او ليه المحللين الكرام اللي نورونا في الاستوديو قالوا الكلام ده؟ لانه بمنتهى البساطه يا جماعه، هي المساله ليها حساب منطقي. انا عشان ادخل مساعدات، اكتر طريقه اقدر اوصل بيها اكبر كم ممكن من المساعدات هي المنافذ البريه. تيجي بقى تقول لي اصل الرصيف البحري وهدخل ان شاء الله مش عارف 25 و30 و40 شاحنه في اليوم، اقول لك ما ياكلش. احنا في مصر كنا شغالين بندخل عبر المنفذ البري وبندخل عبر الاسقاط الجوي، تخيل، والاثنين مش مكفيين. طيب حصل تضرر في الرصيف البحري ده ولا الميناء العائم؟ والجيش الامريكي اعلن عن تضرر 4 سفن من بتوعه. ايه اللي بيحصل؟ خد بالك، ما يدور على الاراضي الفلسطينيه هو مش بس شديد التعقيد، بل هو مليء بالمفاجات. يعني مثلا هتلاقي ان الجيش هناك بتاعهم بتاع الاحتلال بدا يقلص من اعداد قواته، تحديدا في منطقه شرق رفح، وسحب لواء كامل اسمه اللواء جفعاتي. طيب هو سحب اللواء ده ليه، او اللواء جفعاتي ده اتسحب من هناك ليه؟ اتسحب علشان محكمه العدل الدوليه قالت لازم ندخل المساعدات، وانه التنسيق يتم عن طريق الامم المتحده. طيب انا هنا بسالك سؤال، وده سؤال مهم جدا، مين اللي كان صاحب كل هذا الاصرار؟ يعني من الذي امتلك هذه الاراده واصر على انه مش هيحصل اي تعامل ولا تعاون على المعبر مع الجانب الاسرائيلي؟ مين اللي قال التصريح ده؟ مصر. هل مصر قالت الكلام ده وهي مش قادرة تفعله، أو وهي في عندها احتمال ما أنها لن تستطيع تفعيل هذا الأمر؟ أنا أعتقد أنه مصر كانت واثقة 100% أنها تقدر توصل للنقطة دي، أنها تقدر تاخد قرار بعدم السماح للإسرائيليين بالتعامل على هذا المعبر، وأنه التنسيق هيتم مع الأمم المتحدة، ومصر تمتلك هذه الإرادة وهذا الإصرار وهذه القوة علشان إنفاذ المساعدات. بس أنا مهم جدا أتكلم على مسألة تقليص القوات بتاعة شرق رفح دي، وما الذي يدور على الأرض. خليني أخد معانا على التليفون بكل ترحيب الأستاذ يحيى قعود، الباحث في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك يا أستاذ يحيى. أهلا وسهلا بك. اهلا بك استاذ يحيى. يعني ونحن نتحدث عن بدء دخول المساعدات مره اخرى عبر كرم ابو سالم وبالتنسيق مع الامم المتحده، اتذكر جيدا ان مصر كانت واضحه في موقفها، الا وهو نحن لن نتعامل مع الاسرائيليين على المعبر لانه هذا المعبر هو مصري فلسطيني فقط لا غير. ده من جهه، محكمه العدل قررت فتح الجانب الفلسطيني وانه التنسيق سوف يتم عن طريق الامم المتحده، إلا أنه على ما يبدو هناك أمور تحدث على الأرض في غزة، وتحديدا في شكل التموضع العسكري. يعني بالتأكيد هناك مجموعة من العوامل التي تتداخل مع بعضها البعض. خلينا نفكك هاي العوامل مع بعض. أرجوك. نتحدث عن المعبر. المعبر في البداية جمهورية مصر العربية تعرضت لاتهامات متعددة، سواء
من اليمين الشعبوي في إسرائيل أو ثم من حكومة الحرب الإسرائيلية، وكذلك من الإدارة الأمريكية لإرضاخ مصر بالتعامل والتعاطي مع فكرة احتلال قطاع غزة. وحتى في محكمة العدل الدولية في الجلسة الأولى وليست الثانية التي حدثت قبل يومان، تحدث مندوب إسرائيل أو الذي ترافع منهم أمام محكمة العدل وقال أن المعبر هو مصري. الآن نتحدث عن المعبر، المعبر ليس هو معبر فقط للبضائع وإنما معبر يعني سياسي، يعني دخول أفراد. جمهورية مصر العربية ترفض التعاطي مع الاحتلال وتحدثنا التجارب مع هذا الاحتلال المرير، وأنا من سكان قطاع غزة بأن الوقائع التي تحدث على الأرض تستدام في ظل هذا التغول والتعنت الإسرائيلي وعدم الالتزام بمتطلبات السلام. وبالتالي مصر إن تعاطت مع المعبر في ظل ما هو محتل لا أعتقد بأن إسرائيل ستنسحب منه في أي لحظة ما. هذا أولا. ثانيا، المعبر هو قسمان، قسم للبضائع وقسم للأفراد. صحيح نتأثر بشكل رئيس في قطاع غزة أو يتأثر قطاع غزة من إغلاق المعبر، ولكن التعاطي مع المعبر في ظل الاحتلال هذا ما تريده إسرائيل. هي تريد التعاطي مع معبر عسكري محتل، تريد أن يكون هنالك فكرة مثلا شركة أمن أو حراسات مجتمع مدني. بالتأكيد كل هذا سقط. يعني رفض جمهورية مصر العربية التعاطي مع هذا الواقع أجبر الاحتلال على أن تدخل المساعدات من كرم أبو سالم وهو المعبر المخصص خلينا نقول للبضائع. طب لماذا إسرائيل منذ بداية هذه الإبادة كانت تدخل كل الشاحنات من جمهورية مصر العربية عن طريق معبر أبو سالم؟ لماذا في هذه الفترة تحديدا منذ أن دخلت رفح تريد أن تدخل المساعدات من معبر رفح مع أنه مخصص لأفراد؟ كل ذلك تعاطت معه مصر بشكل جاد، تحملت كل الانتقادات سواء الدولية وحتى العربية، وجعل هناك الحديث يدور من يومان على أن يكون المعبر فلسطيني مصري بمتابعة ومشاركة الأمم المتحدة، وهي الاتفاقية التي وقعت ما بين الجانب الفلسطيني والمصري عام 2005 اتفاقية المعابر. بالتأكيد هذا يعني بالنهاية بعيدا عن العاطفة نحن نتحدث هنا بعقلانية حقيقية، الصمود الأسطوري للفلسطينيين، الدعم الحقيقي لمصر هو عدم التعاطي مع الرؤى التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين أو حتى حث الولايات المتحدة للتعامل والتعاطي مع الوقائع التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على الأرض. هذا شيء في غاية الأهمية، أن نفرق ما بين معبر الأفراد ومعبر دخول البضائع من جهة والرفض المصري ولماذا تعاطت مصر ثم قبلت بالتعاطي مع معبر كرم أبو سالم ولم تتعاطى مع معبر رفح. هذا شيء في غاية الأهمية أيضا. طيب. هنا نتحدث عن كيانية سياسية ولا نتحدث عن معونات إنسانية. الشعب الفلسطيني ليس هو شحاد أو هو يحتاج مساعدات، هو يحتاج حرية طبعا. هو يحتاج دولة. هنا نميز، نحن من نعمل في مجال السياسة نميز من يقف مع الفلسطينيين كقضية سياسية تحررية ودولة، ومن يقف من أجل إدخال مساعدات. وهذا شيء في غاية الأهمية أيضا لابد أن يكون واضح. يعني وأنا أثمن جدا هذه الإشارة مش كمصري ولكن في النهاية كرجل عربي، يعني فأنا أثمن ذلك بمنتهى القوة. لكن هنا هرجع مرة تانية يعني أستاذ يحيى لمسألة ما أطلقت عليه تفكيك المشهد. هناك تموضعات مختلفة أو إعادة تموضع على ما يبدو لجيش الاحتلال في قطاع غزة وتحديدا في رفح، إضافة إلى الهجوم كمان اللي تم شنه من قبل المقاومة على تل أبيب. هل أستطيع أن أنا أقول أنه المقاومة باختلافاتها الفصائلية أصبحت أكثر تنسيقا مع بعضها البعض؟ يعني موضوع التنسيق، موضوع المقاومة وإظهار الفلسطينيين بكل مختلف يعني بكل مختلف تركيباتهم بأنهم قوة تواجه قوة يعني فائقة كإسرائيل، هذه جريمة. نحن نقاوم هذا الاحتلال سواء المقاومة سواء الفصائل الفلسطينية
بما لديها من أدوات بسيطة، دعنا أن نقول بما لديها من أدوات بسيطة، لأنه للأسف الشديد الحديث عن المقاومة بهذه القوة يجعلنا نذهب إلى الأمم المتحدة، إلى محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة حينما يتحدث عن قوة متكافئة، وهذه جريمة. الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة. ما يتغير في الشعب الفلسطيني هي أرقام الضحايا وليس شيء آخر. ما يتغير وما يستجد عليه هو حجم التدمير في الشعب الفلسطيني. يعني أنا لا أريد أن أنتقد أحد أو أدعم أحد، لكن أريد أن أوضح شيء مهم. الشعب الفلسطيني بما يمتلكه لا يمتلك إلا الإرادة الحقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية بمختلف توجهاتهم وتفكيراتهم. بالنهاية يعني لما نتحدث عن شمال قطاع غزة، رفح، نتحدث عن الوسطى، نتحدث عن أي محافظة، نحن نتحدث عن 365 كيلومتر فيها 2,300,000 إنسان يتعرضون للتجويع، للقتل، للإبادة. بالتأكيد تشاهد أو نشاهد على التلفاز العديد من العمليات خلف الخطوط وقبل الخطوط، لأن المساحة صغيرة والدبابات بتجتاح وبتدهس في الناس وهي واقفة. يا جماعة أقسم بالله ما نشاهده وما أسمعه من الأهل والأحبة في قطاع غزة شيء مؤلم ومبكي، شيء يعني 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 شيء لا يحتمله أي عقل. لا يوجد شعب تحمل ما تحمله الفلسطينيين. طيب اللي حصل النهاردة تل أبيب كيف تراه يا أستاذ يحيى؟ تمام، خلينا نكمل تفكيك المشهد. الآن ما يحدث في إسرائيل هي تريد أن تعبئ ما طلبته منها المحكمة العدل الدولية. طلبت منها في خلال 30 يوم أن تقدم تقريرا. لذلك رأينا كيف تتحدث عن صفقة، تتحدث عن الآن عن تموضع، تتحدث عن يعني قبول العرض المصري بعد رفضها من إدخال المواد عبر معبر رفح والقبول بمعبر كرم أبو سالم. كل ذلك هو الآن يصاغ في بنود أساسية في التقرير الإسرائيلي. موضوع إعادة التموضع نشهد أو شهدت قطاع غزة خلال السبع شهور المنصرمة إعادة التموضع، انسحاب من مناطق، وهذا بطبيعة التشكيل العسكري هيك بيحكي العلم العسكري، إعادة التشكيل، إعادة التموضع وتجهيز القوات من جديد بخطط عسكرية وإبادة. الآن يتعرض شمال قطاع غزة إلى مسح مربعات كاملة، يعني سواء فيها سكان أو لا يوجد سكان. هو يعني هذه نقطة في غاية الأهمية. كل ذلك تريد إسرائيل من خلاله إعادة الترتيب على الأرض. يعني هي صدرت للرأي العام رواية زائفة تقول بأنها قبلت بالمساعدات، تسعى لهدنة، تعمل، ولكن في الحقيقة على أرض الواقع هناك عملية اغتيال حقيقي لشعب كامل. هنا أود أن أوضح وأشير إلى نقطة في غاية الأهمية. إسرائيل لا تستهدف أحدا بعينه في قطاع غزة، أي أنها لا تستهدف حركة حماس، لا تستهدف الجهاد الإسلامي، لا تستهدف الجبهة الشعبية، لا تستهدف فتح، هي تستهدف الكل الفلسطيني دون أي تمييز. هي تريد قتل أو ترحيل 2,300,000 إنسان أيا كانوا. لذلك تحدثت إسرائيل كثيرا بأنها مشطت مناطق وجعلت أو هزمت حماس فيها وانتقلت إلى مراحل ثانية، ولكن نشهد أن هناك الكثير من جيوب المقاومة التي تنشط أو حتى من بين المدنيين في مناطق متعددة. هذا دليل على أن إسرائيل ليس لديها خطة أصلا عسكرية، إنما لديها هل أستاذ يحيى يعني لو أنا قلت أنه إسرائيل ومش بس بنيامين نتنياهو، وأنا أشكرك على أنك دائما ما تقول إسرائيل مش بنيامين نتنياهو، لأنه البعض يحاول دائما أن يرى أنه بنيامين نتنياهو هو من طائر الصقور وهناك آخرون من طيارات حمائمية يعني، وليس لديهم حمائم أو دعاة سلام أصلا. لكن هل تريد إسرائيل اجتثاث فكرة أو نزعة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني؟ يعني إن قاومت فها أنت ترى ما يحدث في غزة، يعني وكأنه الدرس بالغ القسوة. يعني هذا السؤال في غاية الأهمية. يعني أولا دعني أن أجيب. أولا، من في المعارضة؟ يائر لبيد؟ يائر لبيد صاحب سياسة الاغتيالات في 2021 طبعا. من في المعارضة أو يعارض حكومة أو لديه أفكار مختلفة؟ جانس جنرال صاحب جرائم في الشعب الفلسطيني. وبالتالي أنا أتفق معك تماما. أنا أتحدث عن إسرائيل كمؤسسة.
ليس هناك أي خلاف على المستوى الاستراتيجي في إسرائيل، إنما الخلاف على التكتيك، الظهور من يقود إسرائيل، هل هو معسكر نتنياهو أم معسكر دولة جنس أو إلى آخره. وبالتالي هناك اتفاق شامل ما بين كل الأقطاب الإسرائيلية على المستوى الاستراتيجي، وهو إنهاء وتصفية الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. لكن على المستوى التكتيكي بالتأكيد، مثلا جنس ويائر لبيد، هؤلاء ينظرون إلى الشعبوية بأنها تخسر إسرائيل على المستوى الدولي وليس أي شيء آخر. ليس هم يترأفون أو يرفضون ما يقولونه سواء من إبادة أو ما غير ذلك، لأن هم أصلا أصحاب إبادة وأصحاب سجل دموي. يعني نسمع بنكثير، نسمع سموتريتش كثيرا في الإعلام بما أنهم في حكومة الحرب. أتعلم أن لبيد وجنس سجلهم الإجرامي في حق الشعب الفلسطيني أكثر أسوأ عمقا وضررا طبعا وخطرا من هؤلاء؟ وبالتالي هذه صورة بالتأكيد لابد أن نوضحها. هذا جانب. جانب آخر ومهم كمان التركيز على أنه إسرائيل يعني بتأخذ كل هاي، بتوظف كل هاي التناقضات، حتى المظاهرات في الشارع الإسرائيلي لأهالي أسر الأسرى لدى حماس، وتوظفهم أمام الرأي العام العالمي وتحديدا بالماكنة الإعلامية الأمريكية والبريطانية والفرنسية، بأنها تريد إرضاء هؤلاء، وأن كل ما تقوم به من إباثة هو يعني خلينا نقول مبرر بفعل توظيف كل هذه الأدوات والعوامل. وبالتالي هنا نتحدث عن مؤسسات متكاملة لإبادة الشعب الفلسطيني. صحيح. أنا بشكرك جدا يا أستاذ يحيى، وكان يعني لي عظيم الاستفادة من هذه المكالمة، وأتمنى أنها تتكرر كثيرا.